التجاري اصبح انهاء في السوق، نشتري خليه عبر شركه النفط على اساس يكون مبيعاتها قيمه الاسطوانه الدبه ب 3000 ريال. تكون حاليا للمواطن وللتاجر والرزق السهل ما بش احلام منه. وهذا الغلاء والوباء هذا كله بسبب العدوان. نسال الله العافيه والصبر والتكاتف من المواطنين والشعب اليمني. لخبطة ومضرابة ومزاربة ويوم قضى يوم قضى يوم ودب ب 2005 ودب ب 3000 ودب يشلوا منها 2 لتر وهكذا وعليها ونحن في غوجانية 4 أيام وإحنا مسربين ولا قد وصلنا عندين الغاز أولى لنا يومين ما بش غزنا هين وعدونا أنهم يجيبوا اليوم غاز أو بكرة الصباح والله أعلم وما زلنا مستمرين وإن شاء الله خير ان شاء الله انهم يجيبوا الحصار يلعب له دور كبير احنا في حرب عدوان في ظل عدوان ولكن احنا صامدين ما عندنا فلتش اذا لنا هنا مساربين 4 أيام هذا مساربين 4 أيام لا غاز لا ماء لا شيء عيب عليكم يا سوري